واحنا بنتكلم عن الثانويه العامه ونتائج الثانويه العامه وايه اللي حصل وليه حصل والتفاصيل الكتير اللي مهم جدا ان نتكلم عنها دلوقتي عشان نقدر نكمل في اللي جاي. وبذكر اللي جاي، يعني خروجا من الثانويه العامه، احنا رايحين بقى لمرحله التعليم العالي والتعليم الجامعي. وزاره التعليم العالي كانت سريعه وحاسمه في تهدئه الناس وتهدئه الراي العام بانه في حاجه جديده يا جماعه احنا ما كناش نعرفها وفي ثقافتنا اسمها الكيرف، واسمها انه متوسط الدرجات السنه دي يسمح انه بدخول الكليات اللي احنا منتظرينها او متوقعينها بمجاميع اقل بكتير من السنوات السابقه. التفاصيل عند دكتور عادل عبد الغفار متحدث باسم وزاره التعليم العالي. مساء الخير على حضرتك. مساء النور، تحياتي لحضرتك. دكتور عادل، يعني بشكل ما هل كان متوقع أو وزارة التعليم العالي عندها تصور لأنه ممكن يحصل التغيير الهائل ده في متوسط الدرجات اللي حصل في الثانوية العامة؟ خليني أقول لحضرتك أنه يعني خروج الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم كان مهم جدا عشان نوصل فكرة أساسية للرأي العام المصري، لكل أولياء الأمور، لكل الطلاب، انه الناس تهدى شويه. المساله هي مؤثره في النهايه، لدينا اماكن بالجامعات بالاحصائيات وبالارقام، وهذه الاحصائيات والارقام من الاماكن المتاحه ستغطى من الطلاب الناجحين. اذا المساله حضرتك مش مساله مجموع، احنا في النهايه نتعامل مع الواقع المتاح بالمجاميع الطلاب المتاحه. يعني على سبيل المثال حضرتك، العام الماضي المرحلة الأولى، الحد الأدنى للمرحلة الأولى، الطالب اللي حصل في شعبة علم العلوم على مجموع أقل من 97.6 ما دخلش مرحلة أولى. يعني ده شيء يعني يبدو للتعجب. يعني هو بره المنطق، هو بره المنطق، بس هو ده كان العادي. طالب عمل هذا المجموع الضخم وحصل هذا التفوق ولكن لم يدخل مرحلة أولى. النهارده حضرتك هذا المنحنى للنتائج، بقول النهارده من 88.4 في شعبة العلوم داخل معانا مرحلة أولى، ونفس هذا الانخفاض موجود في شعبة الرياضيات والأدب 65%. طيب ده هيترتب على إيه؟ احتياجات القطاعات المختلفة في القطاع الطبي من البشري والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي، جامعات هتاخد كل الأعداد اللي محتاجاها، وبالتالي مفيش حضرتك قلق، والناس ما تقارنش بالعام الماضي. لا طبعا، ما تقارنش على الاطلاق بالعام الماضي. في درجه من درجات الهدوء، الطالب النهارده هيبدا التنسيق بتاعه، مهم يتشاور مع اسرته. بقول له دايما مش المجموع هو اللي بيختار لك، اختار التخصص اللي هتكمل في حياتك. ودي الحاجه اللي بنتمناها، يعني اذا كان دي خطوه مهمه، المجاميع المعقوله المنطقيه، فكمان فكره اختيار التخصص دي ثقافه تانية نتمنى نتكلم فيها في مرات أخرى. لكن عايز أسأل حضرتك يا دكتور على هل مثلا الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة الكتيرة كانت جزء من انخفاض مثلا درجات القبول في المرحلة الأولى؟ هل خففت الضغط ولا كمان الجامعات الأهلية محسوبة في هذا المتوسط؟ خليني أقول لحضرتك أنه انخفاض الحد الأدنى للجامعات الحكومية اللي اشار للدكتور خالد في المؤتمر الصحفي سيؤثر بالضروره على انخفاض الحد الادنى للجامعات الخاصه وللجامعات الاهليه. لان المنطق في النهايه حضرتك اللي بيحكم المساله هي مجموع مؤشرات مجاميع الطلاب. اذا هذا هو الواقع وهذه هي درجات الطلاب، ولدينا اماكن متاحه في اولا الجامعات الحكوميه، ولدينا اماكن متاحه في الجامعات الخاصه والجامعات الاهليه وفقا لاليه التنسيق الخاصه بكل نوع من هذه الجامعات. اخيرا عايز اسال حضرتك عن اختبارات القبول اللي كانت بتطلب في بعض الجامعات الخاصه، اختبارات لغه انجليزيه، وايه موقف الوزاره منها؟ كان بيطلب اختبارات. الوزاره اعلنت حضرتك في اكثر من بيان رسمي، تنسيق الجامعات الخاصه سيكون من خلال موقع التنسيق الالكتروني للجامعات الخاصة، وده نظام بيتبع لأول مرة في تنسيق الجامعات الخاصة ضمانا لتحقيق تكافؤ الفرص والعدل بين الطلاب. هتسأليني حضرتك، طب هو هفترض ان الطالب ضعيف بعض الشيء في اللغة، اولا الطالب ده
حاصل على شهاده الثانويه وبنقدر الشهاده المصريه، لكن افترض جدلا ان الطالب ده ضعيف في اللغه، بعد ما يلتحق بالجامعه ياخد الكورس، لكن لا يحرم وهو طالب متفوق من دخول الجامعه، لا يحرم. هو طالب مصري في جامعه داخل مصر فما يحرمش بالظبط. الحاجه بقى حضرتك الخاصه بآلية الاختيار بالنسبه للجامعات الاهليه، الجامعات الاهليه منذ بدايه الدراسه فيها العام الماضي وعامله آليه في لوائحها الاكاديميه بتقوم على اساس المجموع الاعتباري. المجموع الاعتباري عباره عن مجموع الثانويه العامه او الشهاده المعادله بيعادل 70%، بالاضافه الى اختبار الكتروني موحد للطلاب للاربع جامعات، سلمان والعالمين والمنصوره الجديده والجلاله، اختبار الكتروني موحد. هذا الاختبار بيعادل 30%، بيتم جمع مجموع الثانويه العامه بالاضافه لدرجه الاختبار الالكتروني بيسمى المجموع الاعتباري، وبناء عليه رغبات الطالب بترتب على هذا الاساس. طب ليه اختبار الكتروني موحد؟ بيتم توجيه الطالب التوجيه الصحيح، بمعنى ان الطالب ده لو عايز يلتحق بالقطاع الطبي بيدخل على اختبار الكتروني مضمون، يختلف عن الطالب الذي يرغب في القطاع الهندسي، يختلف عن الطالب اللي يلتحق بالقطاع العلوم الانسانيه والاجتماعيه. فبيوجه الطالب الوجهه التي تتفق مع مهارات ده آلية تنسيق بالظبط خاصة بالجامعات الأهلية الأربعة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عادل عبد الغفار متحدث باسم وزارة التعليم العالي، وكثير من الأمور أنا عارفة أنها محتاجة تتضح.